نرحب بكم مشاهدينا الكرام داخل مجلس النواب. كان هناك اجتماع لعدة لجان، من ضمن اللجان لجنة الزراعة ناقشت العديد من المحاور. معي سيادة النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة، برحب بك سيادة النائب. أهلا وسهلا. وعايز أعرف كمان ما ناقشتوه خلال اللجنة. هو النهاردة طبعا مناقشة اللجنة كانت قاصرة على تصدير الموالح، خاصة ان احنا يعني في الايام اللي جاية ديت يعني بنعاني من مشكلة التصدير، وبعد بعض الدول اللي هي بتهاجم بشكل او باخر المنتجات المصرية وخاصة الموالح والفراولة وخلافه. مشاكل بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفلاح ولا بالنسبة للمورد ولا بالنسبة للمستورد؟ هي في دول يعني بتقول ان المنتجات المصرية او بعض المنتجات المصرية غير مطابقة للمواصفات، فكان النهاردة فيه مناقشة بخصوص الموالح بصفتها يعني ايه من الفواكه اللي بتصدرها مصر. ايضا كان في اغلب الكلام كان على السيد وزير الزراعه وعدم حضوره لجان لجنه الزراعه، حضوره الجلسه بتاعت اللجنه، لانه طبعا احنا بنعرض اهم المشاكل في مصر وخاصه الزراعه، وللاسف الوزير لم يحضر من حوالي شهر. ما فيش اي اسباب، الا ان امبارح طبعا الساده النواب كتبوا طبعا طلب إحاطة للوزير لعدم حضوره، وهي أسباب عدم الحضور. إيه في مشاكل كثيرة طبعا عرضت النهاردة بخصوص الموالح وأيضا الأسمدة، وأيضا أقبلنا على شهر رمضان ومشاكل توريد القطن، مشاكل زراعة القطن وتوريد محصول القمح اللي احنا حاليا بدأ الحصاد فيه. أيضا اللجنة ناقشت بعض الأمور الأخرى كتغطية المصارف والترع، خاصة في بعض اللي هي تشق الكتلة السكنية في بعض القرى والمدن المكتظة بالسكان. ووزير الري ووزير البيئة قرروا عدم تغطية هذه المصارف والترع داخل الكتلة السكنية دون إبداء الأسباب. بالتالي هيبقى في برضه يعني طلب من سيادة وزير الزراعة برضه انه يكون موجود الفترة الجاية عشان تناقشوا خلال الاجتماعات كل هذه المشاكل. احنا طبعا حاليا في زراعة القطن، المفروض المستهدف هذا العام لزراعة قطن من 270 ل 250 ألف فدان يزرع قطن هذا العام. زراعة القطن بتساعد في تنمية صناعة الغزل والنسيج ومساعدة صناعة الغزل والنسيج، خاصة عندنا في كفر الدوار مصانع غزل والنسيج مكتظة بالمشاكل ومكتظة أو بها العديد من المشاكل، من تدني عمالة، ممتلكات أرض سايبة للدولة وللشركة، حاجات كثيرة جدا. فإحنا بنحاول نساعد في زيادة زراعة القطن هذا العام، ولكن للأسف كما طلبنا وكما تعودنا ان احنا بنطالب بتحديد سعر المحصول قبل زراعته، للاسف لا السيد وزير الزراعه ولا وزير الري ولا الساده هتعملوه يا سياده النائب خلال الفتره الجايه. احنا طبعا حاليا الاقبال ضعيف جدا، يعني مش هيزرع نص المساحه المزمع انشائها المزمع زراعتها اللي هيتعمل ان شاء الله في الفتره اللاحقه، اذ لم يستجيب السيد وزير الزراعه ووزير الري وأيضا وزير التموين راجل مستجيب حتى هذه اللحظة بحضور هذه الجلسات في اللجنة، سيكون لنا رأي آخر واتخاذ قرار آخر بهذا الشأن، اللي هو استجواب مطالبة باستقالة. يستجيب وإذا لم يأتي طبعا الكلام واضح، وحضرتك تعلم تماما ان احنا ما عندناش، عندنا اهم حاجة المواطن، والمواطن لا نزل حتى لو انتم قمتوا بكل هذه الاجراءات واذا لم يستجيب او لم يأتي ايضا فهتعملوا ايه بعد حضرتك جاء. طبعا الوزير جيء بعد عدة مشاكل وكان عليه بتحفظات، واحنا قلنا اهو اصبح وزيرا، لكن إذ لم يلبي طلبات اللجنة والنواب بصفة عامة فهذا يعني أنه لا يلبي طلبات الشعب، لأن الشعب متمثل في النواب، معالي الوزير ما بيحضرش، كونه ما يحضرش حاجة من الاثنين مش عاوز نقولهم هم عشان إيه. طب النواب بيحضروا يا فندم؟ طبعا النواب بتحضر، ما هو اللي يخلي النائب يحضر أن لما لاقي الموضوع بتاعي سواء طلب إحاطة أو غيره أو موضوع بيناقش في اللجنة مهم، فيه صاحب قرار، صاحب القرار هو الوزير، ما يبعتليش موظف عادي يقعد النائب يتكلم مع نائب وفي الآخر تلاقي الرأي المطروح أو القرار المطروح صدر من موظف ليس له حرية إصدار القرار وبالتالي يصعب تنفيذه. الوزير
ما بيحضرش، وعدم حضور الوزير فيه 100 علامة استفهام، خاصة ان الامور يعني المهاجمة كتيرة جدا عليه، وهو في اهم وزارة المفروض يحضر، واذا ما حضرش في لجنة الزراعة يبقى حضوره في المجلس ليس له اي معنى. شكرا لك يا سيادة النائب. شكرا حبيبي، متشكرين جدا. شكرا لكم مشاهدينا، والى اللقاء.